مشاهدي ومتتابعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم مجددا. حنا الآن كنتواجدوا في أكبر استوديو في إفريقيا اللي هو استوديو أطلس بمدينة ورزازات، وثالث استوديو في العالم اللي تأسس تم الافتتاح ديالو 1983، وفي نفس السنة تمثل فيه أكبر الأفلام اللي هو جوهرة النيل. خليكم معايا. وعليكم السلام، مرحبا بكم في أطلس ستوديو. المهم ان شاء الله غادي ندير واحد لافيزيت هنا في ستوديو اللي تستغرق تقريبا واحد 45 دقيقة. غادي نشوفوا مجموعة من الديكورات اللي تستعملت في العديد من الافلام العالمية، بحال مثلا غلادياتور، أستريكس، يوبيليكس، توتان كامون، برنس اوف بيرسيا. المهم العديد من الافلام تصوروا هنايا، نتمنى ان شاء الله تعجبكم الزيارة. ان شاء الله مرحبا بكم. في مصر استعملوها في فيلم ديال توتان كامون سنة 2016، من بعد استعملوها في مقبل من نوع ثاني، استعملوها في فيلم ديال أستريكس يوبيليك، الفيلم ديال كليوباترا. دابا كل فيلم تبدل الديكور، تبدل الديزاين ديال كل الديكور اللي تشوفوا دابا حاليا. كيما تتساهلوا هاد الديكورات صيبوهم اياد العاملة محلية من ورزازات، المهم التقنيين تيكونوا من ورزازات هما اللي تيصيبوا هاد الديكورات، و تيستعملوا واحد المادة ديال لاريزين باش تبقى محافظة و تبقى واحد المدة طويلة. دابا إلا جات فيلم آخر ممكن تيستعملوا داك البابي بان ولا شي بلاستيك مثلا باش يبدلوا الديكور، كل مرة تيتبدل الديكور. هادو ناقشين بحال نقول نقش بالحيط، هذا منقوش على ديك المادة ديال لاريزين. المهم هادوك الرسومات اللي تشاهدوا، هذيك الكتابة هي الصورة طبق الأصل ديال داكشي اللي كان في مصر. دابا الديكور اللي تشاهدوا بعيد من هنايا، هذاك هو الديكور ديال القدس في الفيلم ديال كينغدوم اوف هيفن، هو من بين اكبر الافلام اللي تصورت هنا في الاستوديو من اخراج ريدلي سكوت، وكاين فيه الجزء الاول بالاحمر استعملوه في السلسله ديال جيم اوف ترونز. جيم اوف ترونز هي سلسله عالميه تصورت لا سيزون 3 هنا في المغرب، صوروا فيه واحد لابارتي في الاستوديو هنا، وجزء اخر في قصبه ايت بن حدو، وجزء اخر في مدينه الصويره. المهم كما تتشاهدوا المناظر خلابانيه، الجبال، الصحراء، ايضا جبال الاطلس تتكون فيهم الثلج، المهم تيستعملوها حتى هي في الافلام بحال الجبال ديال الهيمالايا، سيبيريا. المهم ملي تيجيو المنتجين العالميين هنا في الجزائر تيلقاو اي حاجه بغاو، المناظر الطبيعيه، الاناره، اليد العامله ايضا، و لي كومبارس. افلام تاريخيه فوالا. دونك هاد القصبه هادي استعملها في الفيلم ديال موسى عليه السلام، مويز، ايضا الفيلم ديال جيزي دي نازاريت جوزيف، والفيلم ديال جيمس بوند تي ني با جوي افيك تيموتي دالتون، كان هاد الكارتي هذا بحال افغانستان في الفيلم. دونك هذا ديكور ديال الرومان استعملها في الفيلم ديال بينور
تصور في 2009 ديك جوزيف مورغان. استعملوا ايضا في واحد السلسله انجليزيه اتلانتيس، وايضا فيلم ديال بروتوس هو من اخر الافلام اللي تصور هنا في الاستوديو في 2019، مثل في رمزي جيرار دارمون المخرج كيرون. Bonjour, je m'appelle Christian, je suis touriste à Marrakech, d'origine roumaine française. Je suis venu ici par hasard au conseil de mon guide, la ville de Marrakech, pour découvrir Ouarzazate. Sur la route, on s'est arrêté. Donc, pour moi, c'est quelque chose d'enrichissant pour voir des décors qui semblent très très réalistes, même si on est proche, et pour voir un peu comment on travaille dans l'industrie du film. Voilà. Bonjour, je m'appelle Albert Yoyard et je suis touriste ici au Maroc. Alors je suis venu ici par hasard, donc je ne connaissais pas du tout cette ville qui nous a conseillé de visiter. Et c'est très intéressant de voir les décors, surtout de films qu'on connaît et qui ont été tournés ici. Enfin, on ne savait pas du tout qu'ils étaient tournés ici, et revoir tous ces décors, même des films de mon enfance ou autre, c'est vraiment intéressant et c'est très enrichissant de voir comment ils ont construit tout ça. Et on découvre ce lieu magnifique. C'est immense, on ne s'attendait pas à avoir un tel décor. Et on a également la visite est commentée par un guide, ce qui nous permet vraiment de se projeter dans les films et de se rendre compte à quoi les différents décors ont servi. C'est magnifique.